لكن تفاصيل أكتر عن هذه المباراة والاستعدادات الفنية نروح مباشرة إلى زميلنا كريم أحمد عبر على التليفون. طيب هيكون معانا طبعا زميلنا كريم أحمد على التليفون. كريم، أولا طمني يعني حالة الفريق في هذه اللحظات معاك، وهل التدريب بدأ؟ واديني بقى كل الكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي في برج العرب قبل مباراة الغد بإذن الله أمام تاونشيب. بيك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. خلاص العد التنازلي زي ما بنقول بدا بالنسبه لمباراه الاهلي وتاون شيب، لكن عايز اطمنك في البدايه يمكن متواجدنا فيه فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، حاله التركيز من اول يوم في المعسكر اللي انطلق من يوم السبت هنا في برج العرب، هي سنه في المعسكر كابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكره مع مستر بدرس مع كابتن سامي قمصان، واخدين حاله كبيره جدا من التركيز. ايضا كمان الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، الحقيقه يمكن يعني كل يوم بيكون في كلام مع اللاعبين، بيكون في تحفيز للاعبين، ويمكن مردود كلمه الكابتن محمود الخطيب، وايضا كمان الكلام او الاجتماع السريع اللي كان بين الجهاز الفني ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب كان ليها مردود كبير وانعكست على اللعيبه بشكل كبير جدا جدا. ويمكن كان الحديث سريع كده بيني وبين الكابتن حسام عاشور قبل انطلاق المؤتمر الصحفي، قلت له مدى تاثير الكلمه دي عليكم ازاي، واستقبلت الكلمه دي ازاي، والكواليس كانت ازاي. قال الحقيقه طبعا يمكن اللعيبه كلها كانت عايزه الماتش يكون في اللحظه اللي بيتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب، احنا عايزين نفرح جمهور النادي الاهلي، عايزين نرجع تاني. المباراه صعبه والظروف صعبه، لكن حطينا في مواقف اصعب من كده، كنا في بطولات قبل كده ما حققناش برده في اول المباريات الاولى نقاط كثيره، لكن زي ما بقول لك الحاله هنا مطمئنه، الحاله المعنويه مرتفعه، التركيز كبير جدا للنادي الاهلي. لكن لو برجع معاك من ساعه او من ساعه ونص كان المؤتمر الصحفي او الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، مباراه الاهلي وتاون شيب، حضر فيه الاجتماع الفني كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره، الكابتن سمير عدلي المدرب الاداري، العميد علاء صلاح الدين مدير الامن، مراقب المباراه من نيجيريا سانوسي محمد، المنسق الاعلامي للاتحاد الافريقي ابراهيم ديالو. يمكن النادي الاهلي كالعاده بعد انتهاء الاجتماع الفني هيكون الزي التقليدي، الاحمر في الابيض في الاحمر، والحارس هيكون باللون الاخضر، وعلى الجانب الاخر فريق تاون شيب هيكون الازرق في الازرق في الازرق، وايضا هيكون اللون البينك هو للحارس المرمى. انتهى الاجتماع الفني، دخلنا في المؤتمر الصحفي اللي انطلق ليه النادي الاهلي في الساعه 5:30 بحضور طبعا وسائل الاعلام. طب قبل المؤتمر الصحفي يا كريم، هل الاجتماع الفني شهدت اي ملاحظات؟ توقيت دخول الجماهير، تنسيق، هل فريق تاون شيب البتسواني كان ليه اي طلبات؟ تفاصيل الاجتماع الفني، هل كان في بعض الملاحظات ولا الاجتماع يعني صار بشكل طبيعي وبشكل روتيني اللي هو المعتاد؟ يعني لو هنقول هو المعتاد كالعاده، وصول اللاعبين او الفريق تاون شيب والنادي الاهلي قبل المباراه بساعه ونص، العاده طبعا ان يكون في الامن اللي متواجد في الملعب يكون خارج المستطيل الاخضر، ودي كانت تعليمات عرفناها من العميد علاء صلاح الدين مدير امن النادي الاهلي بالجزيره، واللي هيكون متواجد في تامين المباراه. يمكن هو فريق تاون شيب كان ليه طلب وحيد، قال الصبيه اللي هيكونوا متواجدين خارج الملعب هيكونوا طبعا كثافه، لان هو حصلت لهم مشكله في كده خلال مباراتهم الماضيه، قالوا عانينا بشكل كبير جدا ان يكون في الاولاد اللي بيكون متواجد ان هم يدونا الكور، عانينا بشكل كبير في الموضوع ده، فكان في تحذير للنادي الاهلي وكان في تعليمات صريحه ان يكون في عدد متوفر جدا من طبيه الملاعب اللي بيكونوا متواجدين حوالين الملعب ليه وجود الكره بشكل مستمر. لكن يمكن بشكل عام الامور الطبيعيه الروتينيه، اتكلموا على اللبس زي ما قلت لك، اتكلموا على التواجد الوصول، كلها تعليمات خاصه باللاعبين، لكن ما كانش في اي تعليمات جديده او تعليمات خاصه للنادي الاهلي او فريق تاون شيب. بعد زي ما بقول لك انتهاء الاجتماع الفني دخلنا في المؤتمر الصحفي اللي كان محدد ليه في الساعه 5:30 هنا باستاد برج العرب، حضر مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، وايضا الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. في اطار الاسئله العامه اللي اتسالت طبعا لمستر باتريس صعوبه المباراه، النادي الاهلي حاصل على نقطه واحده، مستر باتريس قال احنا عدينا بشكل مميز، معسكر كرواتيا كان ليه استفاده كبيره جدا لينا، معسكر هنا برج العرب ايضا كمان استفاده كبيره، اللعيبه مركزه، اللعيبه بيتكلم معاها، انا بتكلم مع اللعيبه بشكل مستمر، اللعيبه عندها حافز كبير، عندها اصرار كبير جدا، وزي ما بقول لك اكد كمان على الكلام والاجتماعات من الكابتن محمود الخطيب ان بيبقى لها تاثير كبير لما بيكون رئيس النادي بحجم وقيمه الكابتن محمود الخطيب بيكون في تحفيز للجهاز الفني او للاعبين، دي ليها تاثير كبير جدا. نتكلم على الجمهور وحضور الجمهور اللي اكيد هيبقى ليه مفعول السحر ان شاء الله كالعاده، جمهور النادي الاهلي يكون من اول دقيقه لاخر دقيقه يشجع النادي الاهلي فقط كعدد جمهور النادي الاهلي. انتهى المؤتمر الصحفي زميلي محمد، انطلق سريعا على طول التدريب الاخير هنا على استاد برج العرب الرئيسي في الساعه 6 مساء، لسه يمكن التدريب بادئ دلوقتي، كان محدد لنا طبعا الاتحاد الافريقي كالعاده
15 دقيقه لكل وسائل الاعلام المتواجده. انتهت ال 15 دقيقه لكن التدريب ما زال مستمر. التدريب بادئ كالعاده ببعض الجري في مربعات النهارده شايفينها لكره القدم. النهارده هيكون في تكتيك اكيد النهائي للمباراه، لكن يمكن مستر باتريس كان ليه تعليمات ان كل وسائل الاعلام يمكن تغادر ارضيه الملعب لتنفيذ الجمل التكتيكيه اللي هو اكيد مستر باتريس اتكلم عليها وحاضر مع فريق النادي الاهلي خلال المباراه الاخيره وبيحاضرهم بشكل مستمر. الامور زي ما بقول لك يا محمد ماشيه بشكل طيب. ان شاء الله يكون الطاقم التحكيمي غدا الجزائري موفق ان شاء الله في هذه المباراه، وايضا كمان يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه. مباراه غايه في الاهميه، لكن عندنا ثقه كبيره كالعاده في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. طب كريم، طب كريم، هل كارتيرون تحدث عن حاله اللاعبين، الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، التشكيله، يمكن هل يعني توجه ليه اسئله متعلقه بالتشكيله، طريقه اللعب، يعني بشكل عام؟ حسام عاشور ايضا كمان كان حاضر المؤتمر. عاشور اتكلم عن ايه؟ يعني اتكلم عن هذه المباراه ازاي؟ اتكلم عن اجتماعاته مع اللعيبه، اهم التصريحات اللي قالها برضو حسام عاشور. يمكن مستر باتريك سأل عن الطريقه وسأل عن التشكيل، قالوا له هل هتبقى في تغيير لطريقه اللعب ولا هل هيبقى في ثبات على طريقه اللعب؟ الحقيقه يمكن هو مستر باتريك ما جاوبش اجابه مباشره، قال احنا عدينا بشكل كبير لهذه المباراه، درسنا المباراه بشكل كبير. الناس سالته على يمكن في بعض من اللعيبه او عنصر او اثنين من فريق التاون شيب مميزين جدا هيتعامل معاهم ازاي؟ قال احنا درسنا بشكل كبير وبحيي الجهاز الفني مع كابتن محمد يوسف ان هم اعدوا تقرير رائع واعدوا دراسه مميزه جدا لمباراه تاون شيب. قال احنا مش مركزين مع اي حد غير ان احنا نركز في فريقنا، عارفين نقاط الضعف بشكل كبير ونقاط القوه عندهم، ينقصنا ان احنا المباراه تبدا وان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا. على الجانب الاخر حسام عاشور يمكن اتسال، قال له يمكن كابتن حسام احد الصحفيين، ازاي اتعاملت مع اللاعبين؟ ازاي عديت اللاعبين بشكل سريع وبشكل نفسي؟ لان طبعا نقطه واحده ليها تاثير كبير. قال يمكن احنا اتحطينا في اكثر من كده صعوبات اكثر من كده للنادي الاهلي. قال له اللعيبه بشكل كبير عندها اصرار، عندها تركيز، كل اللعيبه الكبيره بتتكلم مع بعض، اللعيبه الصغيره بتتكلم مع بعض على اهميه هذه المباراه. اداره النادي الاهلي كمان متمثله زي ما بقول لك في الكابتن محمود الخطيب، والتصريحات دي كان ليها شكل كبير، وقال عليها الكابتن حسام عاشور، قال كان ليها مردود كبير جدا علينا، حطتنا في الاجواء اكثر ما احنا محطوطين في الاجواء الحماسيه والجديه ان شاء الله لهذه المباراه. زي ما بقول لك الامور كلها هنا بتصب ان شاء الله في مصلحه. طيب انا قدامي كريم، انا قدامي صوره لسليف كوليبالي في معسكر فريق النادي الاهلي، هل اتكلمت مع الجهاز الفني في امكانيه لقيد كوليبالي في الساعات الاخيره، ولا هو متواجد في المعسكر بيتعايش مع الفريق واحتماليه قيده هتكون في المباراه الثانيه؟ بالظبط، يمكن يعني المباراه دي استحاله طبعا يكون متواجد فيها، لكن المباراه الثانيه بشكل كبير. يمكن الناس سالته برده كمان على مؤمن زكريا وقيد سليف كوليبالي، قال يمكن طبعا احنا بننظر لهذا الامر بنظره فنيه، عارفين احنا قراراتنا ايه. بقول لك يمكن مستر باتريس ما بيجاوبش اجابات صريحه، وده اللي هيبان في المؤتمر. يمكن الاسئله طبعا بيبقى ليها بعض المغزى في بعض الصحفيين. يمكن ناس كمان قالت له هل انت مطالب بتحقيق الفوز، وده كان عقدك مع النادي الاهلي، ان مجلس اداره النادي الاهلي طلب منك الفوز في هذه البطوله، وفي حاله الفوز هيكون شيء اخر. يمكن الراجل طبعا ما بيحاولش يجاوب على الاسئله دي، بيحاول يجاوب في اسئله خاصه بالمباراه وخاصه باللاعبين. زي ما بقول لك هو هدفه الوحيد، انا مشرف ليا ان انا موجود مع النادي الاهلي. المباراه دي بالنسبه لي ان شاء الله تكون هي المباراه الاولى، وتكون ان شاء الله المباراه الاولى اللي نقدر نسعد بيها جمهور النادي الاهلي. واتكلم كمان على جمهور النادي الاهلي اللي معتمد عليه بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، وقال بشوف جمهور النادي الاهلي في الفيديوهات لكن عايز اشوف ان شاء الله في الملعب. وزي ما بقول لك يا محمد الامور ان شاء الله تكون بتصب في مصلحه النادي الاهلي في مباراه الغد باذن الله. طيب كريم، الفريق كان دخل معسكر من يوم السبت الماضي، يعني بالظبط ادى تدريبين لمده 48 ساعه بالامس واول امس. كل اللعيبه موجودين قدامك في التمرين الحمد لله، ما فيش اصابات، ما فيش اي حاجه، اللعيبه كلها جاهزه، القائمه الافريقيه كلها موجوده في هذه المباراه. بالفعل زميلي محمد كل متواجد، الكل مستعد، كل اللعيبه يمكن امامنا دلوقتي بتادي التدريبات. الامور بالنسبه للاصابات الحمد لله ان شاء الله، بنتمنى كمان ما يبقاش في اي اجهادات، بنتمنى التدريب النهارده حتى نهايتها ما يبقاش في اي لعيب بيتعرض لاي كدمات او لاي شد او لاي كرامب او اي حاجه. كل اللعيبه متواجده، كل اللعيبه متحمسه بشكل كبير جدا يا محمد ان شاء الله لهذه المباراه. كل التوفيق ليك يا كريم، وموفق يا رب ان شاء الله، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي غدا باذن الله انه يخرج بنتيجه ايجابيه والعوده بثلاث نقاط قبل مباراه الجوله الرابعه باذن الله بعد 10 ايام في بوتسوانا. شكرا ليك يا كريم. تفاصيل مهمه جدا نقلها لنا زميلنا كريم احمد من المؤتمر الصحفي ومن الاجتماع الفني ومن تدريب فريق النادي الاهلي. قلنا لكم النهارده في تفاصيل كتيره جدا داخل معسكر فريق النادي الاهلي في برج العرب، ما بين اجتماع فني وحضور طاقم التحكيم طرفي المباراه الاهلي وتاون شيب، مؤتمر صحفي، والتصريحات باتريس كارتيرون. لكن انا عايز اتوقع